طلب اللجوء في فنلندا. لقد طلبت اللجوء من فنلندا. نتحدث في هذا الفيديو عن كيفية تقديم عملية الطلب. إعداد الطلب. عندما تصل إلى فنلندا، فأبلغ الشرطة أو السلطات الحدودية في الحال بأنك تريد أن تطلب اللجوء من فنلندا. سوف يقومون بتسجيل طلبك. إذا كان لديك جواز سفر أو شهادة أخرى لإثبات الشخصية، فأرها للشرطة أو السلطات الحدودية. سوف تقدم الشرطة أو السلطات الحدودية لك المشورة بعد التسجيل بشأن كيفية وصولك إلى مركز استقبال اللاجئين. بإمكانك أن تسكن هناك خلال فترة تداول طلبك. لديك الحق في التواجد في فنلندا والتجول فيها أثناء فترة تداول طلبك. مباحث دبلن. عندما تقدم طلب اللجوء، في البداية تستوضح دائرة شؤون الهجرة ما إذا سوف يتم البحث في طلبك في فنلندا. يتم البحث في طلب اللجوء فقط في دولة واحدة، مما تعرف بالدول الملتزمة بتشريع دبلن. لهذا السبب تستوضح دائرة شؤون الهجرة. هل لديك أقارب في بلد آخر أو في فنلندا؟ هل لديك تأشيرة دخول أو ترخيص إقامة في إحدى الدول؟ هل أقمت من قبل في دول دبلن الأخرى أو عبرت من خلالها؟ هل طلبت اللجوء من دولة أخرى؟ إذا تبين أنه من الممكن أن تكون دولة أخرى هي المسؤولة عن تداول طلبك، فستدعوك دائرة شؤون الهجرة إلى مقابلة. بإمكانك أن تبلغ هناك عن السبب في توجب تداول طلبك في فنلندا. إذا قررت دائرة شؤون الهجرة تحويلك إلى دولة أخرى، فسوف تصدر قراراً بشأنك. بإمكانك استئناف القرار. إذا غادرت أثناء فترة تداول طلبك أو بعدها من فنلندا إلى دولة أخرى، فمن الممكن إعادتك إلى فنلندا. المقابلة. إذا كان سوف يتم تداول طلبك في فنلندا، فسوف تدعوك دائرة شؤون الهجرة إلى مقابلة طلب اللجوء. يقوم موظف دائرة شؤون الهجرة أثناء المقابلة أولاً باستيضاح هويتك، وكذلك كيفية مجيئك إلى فنلندا. بعد ذلك يتم استيضاح سبب طلبك للجوء من فنلندا. من المهم أن تبلغ أثناء المقابلة عن جميع تلك الأسباب التي هربت بسببها من بلدك، ولا يمكنك أن ترجع إلى هناك بسببها. قل الصدق وأجب على الأسئلة وساعد بخلاف ذلك في استيضاح الأمور. القرار. سوف تصدر دائرة شؤون الهجرة قراراً بشأن طلبك. من الممكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً.
سوف تحصل على القرار كتابياً دائماً. سوف تبلغك دائرة شؤون الهجرة أو الشرطة بالقرار، بإمكانك أن تحصل عليه بالبريد أيضاً. إذا لم تكن راضياً عن القرار، فبإمكانك أن تقدم شكوى بشأنه إلى المحكمة الإدارية. إذا حصلت على قرار إيجابي، فستحصل على ترخيص إقامة وبإمكانك البقاء في فنلندا. عامل مركز استقبال اللاجئين يقدم المشورة بشأن ما يتوجب فعله عندما تنتقل من مركز استقبال اللاجئين إلى البلدية. القرار السلبي يعني أنك لن تحصل على ترخيص إقامة. لا يمكنك حينئذ الإقامة في فنلندا، وإنما يتوجب عليك العودة إلى بلدك. بإمكانك العودة إلى بلدك طوعاً وطلب دعم للعودة. إذا كانت وجهة نظرك مختلفة عن القرار، فبإمكانك طلب تغييره من خلال الاستئناف. تحتاج إلى مساعد حقوقي لإعداد الاستئناف. إذا كان القرار النهائي سلبياً، فيتوجب عليك مغادرة البلد. إذا لم تعد طوعاً، فسوف تبعدك الشرطة عن البلد. عدم تداول الطلب. لا تقوم دائرة شؤون الهجرة بتداول طلبك إذا كنت قد حصلت على الحماية من دولة أخرى آمنة، أو إذا جئت من دولة كان بإمكانك أن تحصل منها على الحماية. من الممكن ترك الطلب دون تداوله إذا قدمت طلباً جديداً، ولكن لا توجد لديك أسباب جديدة لطلب اللجوء. إذا لم يتم تداول طلبك، فسيتم إبعادك من البلد، وفي العادة فرض منع دخولك للبلد. هذا يعني أنه ليس بإمكانك أن تأتي إلى فنلندا أو إلى دول شنغن الأخرى. المنع يكون ساري المفعول بشكل دائم أو مؤقت. بإمكانك استئناف القرار. طلب اللجوء من جديد. إذا كان لديك سبب جديد لطلب اللجوء بعد أن أصبح قرار دائرة شؤون الهجرة بخصوص طلبك الحالي قطعياً ونهائياً، فبإمكانك تقديم طلب لجوء جديد. إذا كان بإمكانك استئناف القرار، أو إذا كان طلبك للاستئناف قيد التداول، فإن قرارك السابق لا يكون قطعياً ونهائياً بعد. عندما تقدم طلباً جديداً، فيتوجب عليك أن تبلغ في الحال عن أسباب طلبك، وكذلك عن السبب في عدم إبلاغك عن الأسباب الجديدة من قبل. يتوجب ألا يكون بإمكانك التأثير في تلك الأسباب. بناءً على هذه المعلومات، تقرر دائرة شؤون الهجرة فيما إذا كانت ستتداول طلبك. إلغاء الطلب. بإمكانك في أي وقت إلغاء طلبك للجوء.
يتوجب أن يكون الإلغاء كتابياً دائماً. يتوجب عليك بعد ذلك مغادرة فنلندا ما لم يكن لديك سبب آخر للبقاء في فنلندا. العودة الطوعية. بإمكان مركز استقبال اللاجئين أو دائرة شؤون الهجرة أن يمنحك دعم العودة إذا أردت مغادرة فنلندا طوعاً. بإمكانك طلب الدعم في أي وقت أثناء تداول طلبك. يتوجب عليك على كل حال أن تلغي جميع طلباتك للجوء أو للاستئناف التي قيد التداول. دعم العودة الطوعية يشمل تكاليف السفر ومعونة. بإمكانك أن تحصل على معلومات إضافية عن العودة الطوعية من مركز استقبال اللاجئين ومن صفحات الإنترنت لدائرة شؤون الهجرة. كل شخص لديه طلب خاص به. إذا طلبت اللجوء مع زوجك أو زوجتك أو مع عائلتك، فمن الممكن تداول طلبكم معاً أو بشكل منفصل. سوف تسألون عن ذلك أثناء المقابلة. لديك الحق دائماً في الحصول على قرار منفصل حتى ولو طلبت اللجوء مع زوجك أو زوجتك أو مع عائلتك. ليس لأفراد عائلتك الحق في الحصول على معلومات عن قضيتك للجوء ما لم تسمح أنت بذلك بشكل منفصل.